أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين. وشدد شكري خلال اتصالين هاتفيين مع وزيرة خارجية أستراليا ووزير خارجية التشيك على مخاطر توسع الصراع، شهد الاتصالان التقييمات حول مسارات التحرك المحتملة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة وضرورة الدخول الآمن والكامل والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية والإغاثية.